هلو اصدقائي، كيفكم؟ ربي يسعدكم. رجعنا لكم بفلوك. اليوم اول فلوك بنزله بقناتي لانه محمد عم يساوي فلوك هو بالكاميرا ونحن عم نساوي. اليوم رح نطلع هيك نصور لكم كل شيء. شو كل شيء؟ كل شيء رح نعمله رح نصور لكم. ربي يسعدكم. انا ومارسيلا وشوفيرنا العظيم محمد. كيفك يا شوفير العظيم؟ طلع طلع بدي افوت. دوس اقرب عيب دوس على السريع. على السريع الاقرب عيب. انا ليك امبارح كان عم سوق عم طلع هو قصده هذيك الامبارح مو امبارح هذيك الامبارح جوز ورانا لاحقنا عالم لانه كان عسل. رح نصور لكم والله كل شيء حلو ان شاء الله وكل شيء بصير معنا. يا تعيدكم تابعوا لكم. اخواتي صلنا تقريبا شي ساعة بيركينا مستنى مارسيلا بعد شوي عبتلبو عبتشتري لبس. صلنا الساعة هلكنا للزلمة دي يلا خلصينا لحد الان بس اخذت لبس البنطلون لسه يعني ما هو معبي معي يعني. اخواتي طلب كنستة ليش نفس كنستة شوفولي هذا طلع هذا التاني خدني معك واخدني معك مارسيلا امرا تخلصي صلنا الساعة هنا يلا شفت شلون يا اخي حياه محمد يطلع مع النساء والبنات يعني. اخواتي يلا واخيرا واخيرا طلعنا مارسيلا شحطناها شحن من المحلات. هلا راح اغير الثياب ها غيرت ها اشتريت شنطاي اشتريت مزبوط بالوضع وهلا راح نطلع على المول شنو ناكل اول شيء تاعنا وبعدين تابعوا المقطع. الله يسلمنا احنا ليش هيك ايدي يخرب بيتني يا زلمه هاي صرنا اربعه وين ما راح انا رح نطلع نكمل المشوار تابعونا. انت ليش هيك بني ادم هيك غريب التطور غريب لا بعد ما صار ما في متركز يلا فتنا لهون طلعوا لي ابو عزب بيرفع ابو عزب طلع لي هاي ربي يسعدكم شوفوا لي هاي انتو مو صورة مو صورة فيديو فاضي عم بقول فاضي الشحن اخواتي شوف الكاميرا فاضي الشحن وهلا راح اصور لكم كل شيء بصير معنا وكل شيء مضحك ما راح اقول لكم شو ما راح اصور لكم يعني ربي يسعدكم تابعوا الفيديو للاخير شو هذا طلقة اخواتي هلا رحنا على المول صور شوي انا صغيري طلع لبعض برك بسط اخوات يلا رح نفوت على المول ونصور لانه والله فتنا الان ربي يسعدكم لقيت هاي بدك تفين صرت الطرواده الطرواده الطرادة سمع انت يا ابن الغلام هذا على راسه ريشه هذا على راسه ريشه بتسمى اللي على راسه ريشه هذا هو اللي بتسمى اللي على راسك ريشه يعني ايش عم تسوي حبيبه طلبه طلعني على هاي ايش هذا هذا مثبت الاصبع كله ورجيني بالله ورجيني وريني وريني هيدا الشيء الجهاز اللي يعبر عنه هيدا الشيء بالله وريني هيدا البوكس شغله بشغله والله في فاخر على الارض والله شوف رينج اي والله اخواتي صرت ادلك
صرت عميد انا جسمه جسمه لو العيال هذول اللي ما له رجل ما بشوف قدامهم اخوات جاي مارسيلا ما تطلع من هون حياة ربي يا زلمة ضلينا ساعة يا زلمة هون بس دب ادب محل ما تطلع يخرب بيتني ابو عزام طالع شحطر انا شعلا انت شحطر شو ايش شحطر تصرف مصروف كبير كبير بعد تصير ابو عزام مارسيلا ما هاش هاش يلا ابو عزام دي طلع حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل اخواتي يلا بنطلع من هون هلا صار وضع حسين اخواتي بالزرنا طلعنا مصير له هلا صار دور محمد ده تو طلعوا من هون بعد يلا اطلعوا له ابو عزاب ويفا ابو حفظ ويا واحدة بعده خد لك شي ابو عزاب ما بصير خد لك شي ابو عزاب ما حلوة كاملة لا قصة اخوات يلا نروح لساتنا اول دخلتنا على المول هلا راح نكمل وهلا راح ناكل اخواتي ابو عزاب ومحمد راح يجيبون ناكل ابو عزاب ليك قدامي انا بس ابو عزاب بدنا نبصمر بالارض ابو عزاب ما بحرك طولي فينك قدامنا مشان ما يريش طريق يخرب بيتني شلون بالله ابو عزاب بخيل معي؟ لا ابو عزاب والله هيك والله ترى ما عم تحرك من وين ما عم تحرك شفته لا ما ري ياكل اجا ابو جاك اخوات يلا رح ناكل وبعدين كمان رح نعمل لنا فتيك على البسيط بجوز نسوي شغلات بسيطة اخوات يلا جبنا الاكل قالوا لي انا ابو عزاب ابو عزاب قلبه ابو جا وبوقف قلبه طلع هو جايب صينية هذا ربي يسعدكم الله رح نشوف قرب على مارسيلا ومحمد وارجع صوركم اخواتي قضينا على كنا جوعانين كثير ما حسنا نصوركم قبل الاكل بس قضينا عليها خالص خالص جينا ابو عزام ابو عزام شبع والله بقول له طعمين بالزوره الله بالزوره بطعمين غصبا عنه هم عملوا كل غصبا عنه يطعمي طلع وهي كمان اكلت تنتين وشبعت بس واحدة يمكن واحدة ونص يمكن واحدة ونص ابو عزاب لحاله بس انا وياها خلصنا ما خلصنا طلع شو هو يا عاد كذاب حرام عليك انت ما ادري ابو عزاب هذا ابو عزاب اخواتي يلا خلصنا اكل جينا هيك تمشى ماذا شفنا هون اودي امي كانت حلوه الاودي ثلاث مرات صايره مبدله ثيابي طلع نمره اجره 30 اجر بيبي 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 سيلفي سيلفي ابو عزاب سيلفي 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 اخواتي هل طلع هيك اكلنا خلصنا طلعت انا ابو عزام عم طلع هيك عم مالا هنا رح نفوت هلا هون محل العاب رح نشوف اذا هون اننا او لا تابعوا لنشوف معنا ايش بتصير فيك ليخ روح مالك زلمه تصيبه فينا لك نوزه اخر شي بيعطوا هدول ميداليات ها تعال نشوف خريطه المول اذا قلنا سكركيوز من هون وفتنا لهون ورحنا على سكركيوز من الحمام على هيك على لا 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 لا
بدك موقع دبليو سي لهون مثلا، بدك تروح لهون هيك عمل هيك سوي كده هيك خالصين. يلا خلينا نمشي على الخريطه. هيا ابو عزاب دخل فيها عم بكي يوميتها. ما هيك ابو عزاب؟ بكي بكي ابو عزاب.